تقول الحقيقة. أنا اليوم لست مدافعا عن ربع مجال، ولكن أعتقد اليوم أنه منتخب وطني انضطر مستوى كما قال مصطفى بسكي، بطولة ضعيفة لا تقدم لاعبين ممتازين. لو نقارنوا مونديال 2008 عفوا ونقارنوا مونديال 2014 بالفعل تأهلنا للدور الثاني، لكن هل اللاعبين تاع 2014 بنفس مستوى اللاعبين تاع 82؟ هل حققوا الانتصارات انتصارين مثل ما حققوا فريق 82؟ لا انا ما نقولش لهم الفرق، ولكن لازم كل جيل نعطوا له حقه. نقول اعتقد اليوم منتخب وطني دخمناه، رجعنا اليوم غياب منتخب الوطني على المونديال وكاننا لنا تقاليد وكاننا مورفين وصلوا الدور النهائي. اليوم منتخب جزائري عنده كاس افريقيا واحده، لابد ان نعود للقاعده، لابد ان نعود للبطوله الوطنيه، ولابد ان نعود للتكوين. هذا يبقى رايي الشخصي.